السلام عليكم طلابي الأعزاء، الله يعطيكم العافية. راح بقدم لكم بهذه الحصة شرح inverse function، الاقتران العكسي and logarithms، اللوغاريتمات. طيب، بداية الكتاب بعرف لنا اقتران يسمى one to one function. A function if is called one to one function if it's never takes on the same value twice. That is if x1 not equal to if x2 whenever x1 لا تساوي x2، or if x1 equal if x2 then x1 equal to x2 and called one to one function. خلينا ناخذ مثال. مثلا خلينا ناخذ example مشان انا افهم ايش يعني one to one function. خلينا نفترض عندي if x يساوي x تكعيب، تمام، وباجي بقول لك check او show that the if x is one to one function or not. فانت شو بتفرض؟ بتقول let if x1 بدي اياه يساوي اف الاكس 2، تمام، يعني بدي اتخيل انه اف الاكس 1 يساوي اف الاكس 2، ولازم يطلع معي اذا طبقت هذه تكون اكس 1 نفسها اكس 2. خلينا نعوض بالاقتران اكس 1، اكس 1 تكعيب يساوي، خلينا نعوض بالاقتران اكس 2، اكس 2 تكعيب، تمام. هلا بقدر اتخلص من اكس 2 تكعيب، فبستنتج انه اكس 1 طلعت نفسها اكس 2، معناته 1 تو 1 فانكشن. ناخذ مثال اخر، اف الاكس equal x square. خلينا افترض let example 1 example 2. خلينا افترض let if x1 equal to if x2. عوض x1 تربيع x1 بالاقتران بتصير x1 تربيع، عوض x2 يساوي x2 تربيع. كيف بدنا نتخلص من التربيع؟ بدنا ناخذ جذر للطرفين. هلا هاي لها نتيجتين، بتطلع معي x1 ممكن تساوي موجب او سالب x2، تمام، معناته هاي it's not one to one function، one to one function لأنه x1 ما ساوت x2، x1 لم تساوي x2، يا موجب أو سالب، فبالتالي ما بيأخذ twice. لازم إذا if x1 equal if x2 then x1 should equal to x2، وهذا يسمى إيش؟ one to one function. لا، في another test to check this one to one function اللي هو Debye graph. خلينا نفترض إنه في عنا اقتران يسموه horizontal line test، تمام؟ نفترض هذا الاقتران. هلا مشان افحص انه one to one function بعمل horizontal line، ولازم يمس الاقتران فقط يعني مرة واحدة، يعني مثلا هون هاي بمس الاقتران. This is one to one function، one to one function. اذا this is one to one function. Function. ناخذ example اخر، مثلا x square. لو عملت اقتران تربيعي، لاحظ لو بدي اعمل هوريزونتال لاين بدي امس المنحنى ودي امسه هون كمان مره. شو نوت 1 تو 1 فانكشن، نوت 1 تو 1 فانكشن، يعني فانكشن شو يعني مس الالكترون مرتين؟ يعني بده يكون له اكثر من قيمه، تمام، بده يكون له اكثر من قيمه اللي زي ما طلعت معكم شوي، يا موجب اكس يا سالب اكس. فبالتالي هذا نوت 1 تو 1 فانكشن، لازم يكون عندي اكس 1 ايكوال تو اكس 2. ليش احنا بندرس ال 1 to 1 function؟ بقول لك الديفينيشن التالي، بقول لك if اذا الاقتران اللي عندي if خلينا نقول if الx is 1 to 1 function is 1 to 1 function then it has inverse function. inverse function يعني ده if الx هو اقتران واحد لواحد، فبالتالي إله معكوس، يعني we can find f الانفرس للx. فكيف بدي أوجد أنا f الانفرس للx؟ أفضل شيء نطبق الشرح من خلال مثال. نفترض مثال example، بقول لك مثلا f الx equal x تربيع أو x تكعيب زائد 4، تمام، find f الانفرس، inverse function of x، هيك بيجيك بالامتحان. فبتقول أول خطوة how to find inverse، بروح بفرض هاي اللي معطيني اياها بسميها y تساوي x تكعيب زائد 4، وبخلي x موضع القانون ناقص 4، فبصير عندي انا y ناقص 4 يساوي x تكعيب. كيف بدنا نتخلص من التكعيب؟ بلزمني جذر تكعيبي، او بعمل قوة ثلث للطرفين، قوة ثلث مع ثلاث بتروح، فبتصير عندي x تساوي الجذر التكعيبي لواي ناقص 4، تمام. هلا شو الخطوة اللي بعديها؟ بتقول
فقط نستبدل الرمز x بالرمز y والرمز y بالرمز x. صار عندي y يساوي الجذر التكعيبي ل x ناقص 4 ويساوي f الانفرس لل x. هذا الريزلت اللي حصلت عليه هي f الانفرس ل f ال x x تكعيب زائد 4. بس هذول الخطوات. إذن شو خطوات how to find inverse function؟ بفرض هذه y، بخلي x موضع القانون، ببدل الرمز x بالرمز y والرمز y بالرمز x. نأخذ كمان مثال example. ننتقل لإكزامبل آخر. معطيني اقتران f ال x. كل أولا show that f is one to one function and find f ال inverse. أولا مشان أثبت إنه one to one function، إيش عملنا؟ قلنا let بفرض f ال x1 يساوي f ال x2، ولازم يطلع معي x1 تساوي x2. إذا x1 ساوت x2 بكون عندي 1 to 1 function. خلينا نعوض x1 بالإقتران، مثلا عندي x1 زائد 2 على 2 x1 ناقص 3، نعوض x2، x2 زائد 2 على 2 x2 ناقص 3. شو الخطوة اللي بعديها؟ أعمل ضرب تبادلي، تمام؟ فخلينا نفرض إنه 2 x1 ناقص 3 بدي أضربها بإيش؟ ب x2 زائد 2 يساوي 2x2 ناقص 3 مضروبة بمين؟ بx1 زائد 2، وبدنا نفكفكها لحد ما أوصل إنه x1 يساوي x2. هلا هون بدي أضطر أوزع. طيب خلينا نوزع 2، بصير عندي 4x1 ناقص 3 ب2 6، وزعت 2 2 ب2 4x1 ناقص 6. نوزع x2 زائد 2x1 x2 2x1 x2 ناقص 3 x2، وزعتهم على بعض يساوي هو نفس الشيء. خلينا نوزع 2 2 ب2 4 x2 ناقص 2 ب3 6، حلو، ونوزع ال x1 زائد مظبوط زائد 2 x1 x2 ناقص 3 x1. هلا مين بيختصر مع مين؟ مثلا زائد 6 زائد 6 بتروح، حلو، وفي 3 x1 في 4 x2 ناقص 4 x2 ناقص 4 x2 لا شوي ايش ثاني واحدة؟ طيب ثاني واحدة بس. هلا في عندي هون 2 x1 x2 ناقص 2 x1 x2 ناقص 2 x1 x2، هلا هاي بتروح هاي بتروح. هلا هون شو ضل عندي؟ ضل عندي 4 x1 وهن 3 زائد 3 x1 زائد 3 x1، 4 زائد 3 فيها 7 x1، 7 x1، وهون نفس الاشي زائد 3 x2 زائد 3 x2 هاي بتروح، فشو بضل عندي؟ 7 x2، و x2 7 مع 7 بتروح، فبستنتج انه x1 تساوي x2 معناته 1 to 1 function. وبالتالي نوجد الانفرس function لهذا الاقتران f في x. فشو اتفقنا؟ اول خطوة بفرض y تساوي x زائد 2 على 2 x ناقص 3. الخطوة التالية بخلي x موضع القانون، ضرب التبادل بنتج عندي x زائد 2 بواحد يساوي y باثنين x ناقص 3، تمام. صار عندي x زائد 2، نوزع y 2 x y ناقص 3 y، تمام. هلا نجيب x عند x مثلا، كيف بدنا نجيب عند x عند x؟ خلينا نقول مثلا ناقص x، حلو، ناقص x، بضل عندي هون بضل عندي 2 يساوي 2 x y ناقص x، وننقل y على الطرف الثاني ما بتلزم، زائد 3 y زائد 3 y زائد 3 y. طيب انا معنى خلي x لحالها، صار عندي 3 y زائد 2، بخرج x عامل مشترك، شو بتصير عندي؟ 2 y ناقص 1. فينا نقسم على 2 y ناقص 1 على 2 y ناقص 1، تمام. فبينتج عندي قيمة x تساوي 3 y زائد 2 على 2 y ناقص 1. هلا الخطوة الأخيرة إني أبدل الرمز x بالرمز y، بقول y تساوي 3 x زائد 2 على 2 x ناقص 1، وهي بسميها f الانفرس لل x. طيب ننتقل لإكزامبل أخير على الانفرس فانكشن، وإنت فيك تستزيد قد ما بدك. قال find the inverse function of
اف الاكس ايكوال جذر الاكس على جذر الاكس زائد 4، تمام؟ وقايل الاكس اكبر من او يساوي صفر. هلا شو الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى بفرض واي تساوي جذر الاكس على جذر الاكس زائد 4، تمام؟ طيب الخطوه الثانيه نعمل ضرب تبادلي، بينتج عندي جذر الاكس شو بيساوي؟ جذر الاكس مضروب بواي زائد 4y، مزبوط؟ طيب نجيب جذر الاكس عند جذر الاكس، ناقص جذر الاكس بواي ناقص جذر الاكس بواي، هاي بتروح. جذر الاكس ناقص جذر الاكس واي، نخرج جذر الاكس حامل مشترك، شو بضل عندي؟ بضل عندي 1 ناقص واي شو بيساوي؟ 4y، تمام؟ على 1 ناقص واي على 1 ناقص واي، هاي بتروح، بينتج عندي جذر الاكس يساوي 4y على 1 ناقص y. هلا انا ما بدي جذر الاكس، انا بدي اكس، فشو بساوي؟ نربط الطرفين، تربيع مع الجذر راح، فبضل عندي x تساوي 4y على 1 ناقص y لكل تربيع، بس بدي ابدل الرمز x بالرمز y، بستنتج انه y تساوي اما خلص خلي التربيعة كلها 4x لكل تربيع على 1 ناقص y، او بتوزع التربيع البسط والمقام، فهي النتيجة. هاي x، تمام. خلينا نختتم الـ inverse function بالتحدث عن الرسم اللي له. يقول لك the graph of inverse function is obtained by reflecting، انك تعكس the graph of f about the line y equal x. خلينا ناخذ example، مثلا example يقول لك f الx equal جذر مثلا ناقص 1 ناقص x، حلو؟ وشو بده؟ sketch او graph f الانفرس للx. هلا برسم انا f الx، برسم انا f الx، وبعدين بعمل الرسم اللي حصلت عليها reflect about the line y equal x. هلا بنشوف كيف. اول خطوه خلينا نرسم مين احنا. اولا خلينا لو بس نظبطها، نخرج السالب عامل مشترك، شو بصير عندي؟ 1 زائد x، حلو؟ خلينا نرسمها بالتتابع. الخطوة الأولى شو بدنا نرسم؟ بدنا نرسم رسمة جذر الx. هاي رسمة جذر الx، هيك احنا بنعرف الجذر، هاي جذر الx، بدنا نضربه بسالب. إذا ضربته بسالب والسالب بالداخل بده ينعكس، هاي رسمة مين؟ رسمة جذر الناقص x، حلو؟ هلا بدي أجمع له واحد، لما أنا بجمع له واحد داخل الإقتران بيتحرك خطوة واحدة هون عند الناقص واحد، تمام؟ فبالتالي هاي شو تصير؟ مثلا هاي تصير رسمة جذر الناقص واحد زائد إكس، تمام؟ هيا نرسمها لحال مشان أعرف أعملها ريفليكت. نيجي نرسمها لحال وأحاول أعملها ريفليكت. هلا كانت هيك، شو إحداثيات هاي النقطة؟ إحداثيات هاي النقطة ناقص واحد وصفر. هلا بدي أعملها reflect about the line y equal x، هاي y equal x هاي اللاين، تمام؟ يعني الناقص واحد وصفر شو بدها تصير؟ كل الناقص واحد وصفر بدي أكلبها، بدها تصير مشان أعملها reflect about the y equal x بتصير صفر وناقص واحد، حلو؟ يعني هاي صفر وهي الناقص واحد، وبترسم تقول صفر وناقص واحد، بدي أرسم نفس هاي بس reflect يعني بشكل معكوس، تمام؟ فهي رسمة الانفرس ل f الاكس اللي عندي بالسؤال. نجرب نطبق مثال اخر، نرجع للامثله اللي حليناها. صح قبل شوي رسمنا f الاكس x تكعيب زائد 4، ارسم f الاكس x تكعيب زائد 4. x تكعيب بعرف رسمتها، زائد 4 ازاحه للاعلى بمقدار 4، 1 2 3 4، تمام؟ وخلي ارسم يعني حشرنا حالنا، مش مشكلة نرسمها، نرسم x تكعيب زائد 4، كل مثلا هي 1 هي 2 هي 3 هي 4، فبالتالي الاقتران دي جي هي رسمة، حلو؟ هاي رسمة f x اللي هو ده ايش؟ x تكعيب زائد 4. من وين بيبدا؟ بيبدا يا استاذ من عند الصفر والأربعة. هلا بدنا نعمل له reflect about the line y equal x. كيف بدي اعمل له ريفليكت؟ بقول الصفر واربعة بدها تصير اربعة وصفر،
صفر وأربعة شو بدها تصير؟ أربعة أربعة وصفر. كيف ننقلبوا هذا؟ هلا هي النتيجة، النتيجة اف الانفرس للإكس كيف طلعت معي؟ إيش طلعت معي لما اشتغلتها؟ طلعت معي الجذر التكعيبي لإكس ناقص أربعة، الجذر التكعيبي لإكس ناقص أربعة. يعني بنعرف إحنا برضو كيف رسمة الجذر التكعيبي، هل كيف بدي أعمل لنعكس؟ بدي أحاول أكلبها يعني هيك لها تصير، تصير هيك هيك. من علي زي هيك انا عملت لها reflect about the y equal x، تالي هي رسمة f الx، هي رسمة f الانفرس الx. يعني يا بتاخد رسمة f الx تعملها f الانفرس by reflect x by y axis، او انك بتقول معك f الx وبتوجد f الانفرس زي ما تعلمنا، وبتقول شيء برسم انا f الانفرس للx وبترسمها حسب النتيجة اللي ظهرت عندك.